الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مشاهدينا في ساعة عصاري. عبادة هي قوة الروح، هي الطريق للجنة. هي عبادة سهلة جدا، ما بتحتاجش قبلها مقدمات كتير، ولا اننا نتوضى مثلا علشان نصلي، ولا اننا نجهز نشوف نحسب حساباتنا علشان نزكي، ولا اننا يعني نجهز نفسنا علشان الصوم او نشوف استطاعتنا علشان الحج. لا، هي عبادة من العبادات السهلة جدا جدا، وزي ما قلت لحضراتكم هي قوة للروح لانها بتغذي الروح. عبادة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى بيبقى في اي وقت وفي اي مكان وباي وضع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا كده هو كان علشان احنا محتاجين ده جدا، محتاجين طول الوقت نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نذكره في كل الصور اللي ممكن يعني اتعلمناها وعرفناها من العلماء. طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، والتسبيح، والأذكار الكتير جدا المعروفة، منها طبعا أذكار الصباح والمساء، وأذكار كتير جدا وليها فضل وأسرار كبيرة قوي وكتيرة جدا هنعرفها ونتعلمها النهاردة مع بعض. عايزين نتكلم عن إزاي الذكر ده بيحيي الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. يعني اللي بيكون في ذكر مع ربنا سبحانه وتعالى ده بيبقى زي الإنسان اللي موجود لسه على وجه الأرض، اللي هو لسه حي، فيه النفس، فيه روح زي ما قلنا. لكن اللي ما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى بيعيش كده هو مش عارف بيدور على إيه. مش ساعات كده كتير مننا بيبقى بيقول أنا بصلي وبصوم الحمد لله رب العالمين، وبعمل بأدي الفرائض اللي عليا، لكن بحس ساعات كده أن أنا مش لاقي نفسي، مش عارف إيه اللي تايه مني، مش عارفة مالي مخنوقة ليه، مش عارفة مالي مش قادرة يعني أتعامل في الحياة بشكل عادي ليه، ليه بيجي عليا ساعات كده أبقى حاسة أن أنا ناقصني حاجة مهمة قوي ومش عارفة برضو هي إيه. هي الذكر. إن النهاردة عايزين نقول إنه الذكر هو حياتنا، هو روحنا، هو إزاي نعيش في طاعة مستمرة طول الوقت باللسان، بإننا نشغل وقتنا ونشغل يعني تفكيرنا في ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا عايزة أقول إن إحنا كمان محتاجين قوي لما نيجي نقدم على أي عبادة إننا نعمل لها يعني حاجة كده جوه تفكيرنا وإحساسنا. يمكن أنا قلت إن إحنا مش محتاجين نحضر للذكر أو لعبادة الذكر حاجة زي موضوع إن إحنا نبقى جاهزين ليه، لكن في شوية حاجات كده إحنا محتاجين نحطها معانا في الاعتبار، زي إن إحنا مثلا أو تساعدنا إن إحنا يبقى عندنا السبحة مثلا بتاعتنا اللي هي تبقى نقدر نقول عليها الأذكار بشكل سريع ومستمر. كمان الحاجات الجديدة والحديثة اللي موجودة دلوقتي اللي هي بتتركب سواء في الإيدين أو في الصوابع أو كده، وبتبقى زي العداد كده، هي بتعمل نوع من أنواع إن أنا إيه يعني ببقى طول ما أنا ماشية مثلا سايقة، قاعدة في العربية، رايحة مشوار، مستنية ولادي، أي حاجة من الحاجات دي، وأنا بسبح أو بذكر أو بصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا عديت ومن غير ما أحس أو أشعر كده أجي أبص في العداد ألاقي رقم كبير كده وجميل بيبقى بينزل على الصدر كده يشرح القلب. فعايزين دايما نحفز نفسنا ونبقى مستعدين للطاعة في كل وقت، وده يمكن هدفنا في شهر رمضان الكريم، ان احنا مع حضراتكم كل يوم عندنا عبادة جميلة نتكلم عنها وعن أسرارها. النهاردة هنتكلم عن أسرار الذكر مع الحاجة سعدية القارئة للقراءات العشر، وفي البداية ان شاء الله هناخد الورد بتاعنا جزء الثالث من القرآن الكريم علشان نستقبل طبعا اتصالاتكم ومداخلاتكم ان شاء الله معانا على ارقامنا اللي هتبقى موجودة معانا على الشاشة، لكن بعد الفاصل. حضراتكم مرة تانية، وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن اسرار وفضائل الذكر، لكن كمان احنا متعودين مع الحاجة سعدية القارئة بالقراءات العشر الكبرى والصغرى والاربعة الزائدة ان احنا بناخد حكم تجويدي، والنهاردة هنشوف الحكم بتاعنا هيكون عن الميم تقريبا. ان شاء الله. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. نورونا. الله ينور عليك، وربنا يتقبل منا جميعا يا رب القرآن والصيام وجعله خالص لوجه الله. امين يا رب العالمين. احنا عشان المرات اللي فاتت ما لحقناش، كنا بنتكلم كله عن رمضان وروحانيات رمضان، فما خدناش احكام بقالنا فتره يعني. واحنا هدفنا ان كل الناس فاحنا حابين تتعلم معانا القراءه الصحيحه ويمشي معاهم
سنة سنة، وإن هم يعرفوا يقرأوا القرآن ما صحيح. شاء الله. فحبينا نبدأ النهاردة بحكم تجويدي. احنا المرة اللي فاتنا اللي فاتت او المرات اللي فاتت اخذنا عائلة أخذنا النون، النون. عيلة النون، وقلنا النون ليها 4 احكام، هي نون وتنوين، وقلنا الـ4 احكام بتوعها اظهار حلقي، ولازم اقول اظهار حلقي، والحكم الثاني الادغام، والحكم الثالث الاقلاب، والحكم الرابع كان الاخفاء الحقيقي. يبقى انا بقول ان انا عندي للنون الساكنة والتنوين 4 احكام، ايوه اظهار حلقي، وقلنا حروفه اللي هي الهمزة الهمز والهاء الهاء والعين والحاء والغين والخاء، يعني نون ساكنة أو تنوين يجي بعديهم حرف من الحروف الستة دول، بعمل إيه؟ بنظهرها، بظهر النون بنظهر وبنطقها. النون وننطقها. ولو هنقولها بشكل مبسط جدا لأن أول مرة يسمعونا واللي أول مرة يفتحوا معانا المصحف النهاردة، هنقول لهم إن إحنا عندنا 28 حرف. تمام. وانا بتكلم على حكم النون الساكنه والتنوين. يعني ايه نون ساكنه؟ يعني ما عليهاش لا فتحه ولا ضمه ولا كسره. ونون ساكنه يعني تيجي يا اما تيجي معرّة ما عليهاش اي حاجه خالص، يا اما تيجي عليها سكون القران اللي هي راس الحاء. ايوه. النون الشكل الثاني منها او اللي بياخد حكمها التنوين. ايه التنوين؟ التنوين عباره عن فتحتين ضمتين كسرتين. اعرف ان التنوين على طول لازم يجي اخر الاسم، في الاخر حرف فيه. تمام. وبعامله معامله النون الساكن عشان كده اخد حكمها. يبقى النون ساكن، عشان كده بقول حكم النون ساكنه والتنوين. فالحكم النون الساكنه والتنوين يبقى مع احكامهم الحروف واحدة. اللي احنا قلناها الاولانيه دي، يبقى انا يبقى عندي الحروف الهجائيه 28 حرف، هاخد منهم 6 بس اللي احنا قلناهم دول، لو جم ورا النون والتنوين بنطق النون صريح او التنوين بنطقه صريح. بقول عذاب أليم. أيوة. بقول من هاد. تمام تمام. بعد كده ده يبقى انا الـ6 حروف بس دول اللي بنطق اللي بيجوا فيهم النون اللي بينطق عندهم النون او التنوين. تمام. طب بقيه الحروف ما بنطقش عندهم النون والتنوين. بيتقسموا اللي ايه بقى؟ يا اما ادغام وباخد له كمان 6 حروف ومجموعين في كلمه يرملون. والادغام بينقسم لقسمين، يا اما بغنه يا اما بدون غنه. وقلنا بغنه مع ينمو باخد من يرملون دول 4 حروف وبقول عليهم دول حروف ادغام بغنه، وبدون غنه مع اللام والراء. تمام. يبقى دي 6. واخد حرف الاقلاب اللي احنا قلنا الباء، تيجي نون ساكنة أو تنوين يجي بعدها حرف الباء، بقلب النون لميم. عشان هي كده؟ الأقرب في النطق. هي الأقرب في النطق، والميم ما زيها زي النون في الصفة اللي هي الغنة، دي لازم تطلع بغنة ودي لازم تخرج بغنة. الحكم الرابع الإخفاء. الإخفاء بياخد بقية الحروف كلها اللي فاضلة، يعني 6 إظهار 6 إدغام وحرف إقلاب، يبقى كام؟ 13 حرف. يتبقى عندي 15 حرف دول النون الساكنة أو التنوين ييجوا وبعديهم أي حرف من الحروف دي بخفي النون فيهم، مجموعين فيه صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. باخد أول حرف من كل كلمة. ده يبقى احنا مراجعة بسيطة كده على حكم النون الساكنة والتنوين. النهاردة دي العيلة دي خلصناها. عندنا عيلة تانية الميم بقى. بسيطة بقى دي هنتكلم عليها. التانية الحكم التاني اللي احنا هناخده الميم الساكنة. برضو نلاحظ ان احنا ما بنكلمش على الحرف المتحرك. اللي هو الحرف المتحرك ده اللي هو بياخد تشكيل فتحة او كسرة او ضمة، ده بيتنطق بالتشكيل بحركته. نا ني نو ما نفس الكلام. مو بنطقه بحركته. انما انا الاشكالية عندي في الحرف الساكن. الساكن. الميم الساكنة ميم أصلية من بنية الكلمة، يعني ما تقدرش انعمت ينفع اشيل الكلمة منها الحرف منها؟ ما ينفعش. تمام كده. برضو ساكنة يا إما تيجي معرّة يا إما عليها السكون. الميم أسهل ما يكون. إزاي؟ عندي ميم يجي بعديها ميم اسمه إدغام مثلين صغير، اسمه إدغام مثلين صغير، ولكم ما كسبتم. تمام. ولو هنرجع نقول أنا عندي 28 حرف هاخد منهم 2 حرف اللي لهم الاحكام مع الميم. هاخد الميم ميم مع ميم هيبقى ادغام.
يا اما اقول عليه ادغام شفوي وهقول ليه ادغام شفوي، يا اما بقول عليه ادغام مثلين صغير ونقول ليه ادغام مثلين صغير. ليه بقى بنقول ادغام شفوي؟ هي نقول انا عندي ميم اللي هي الاصليه اللي هي الميم الساكنه، تيجي بعديها ميم تانية. احنا قلنا قبل كده ان الميم، ان الادغام عباره عن ايه، ان انا بدخل حرف ساكن فحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. يبقى انا بدخل الميم الساكنه بدخلها في الميم اللي جايه بعديها المتحركه، ولكم ما. تمام كده. ليه بقول شفوي؟ لان الميم اصل مخرجها من الشفتين. تمام. ولان الحروف اللي بعد الميم كتيره، فانا يعني انا لما كنا بنقول مثلا اظهار حلق عند النون، لان هما 6 حروف بس بسيطه وبيجوا من الحلق فسميتهم اظهار حلقي. انما الميم الحروف بتاعتها 26 حرف اظهار، مش هينفع اقول على كل حرف في مخرجه كذا، فسميت الاظهار شفوي نسبه لمخرج النون انها بتخرج من الشفتين. بقول ام، يبقى الميم بتخرج منين؟ الشفتين. من الشفتين. يبقى ميم وميم ادغام مثلين صغير. يعني ايه ادغام مثلين؟ يعني الحرفين زي بعض في الشكل، في الاسم والرسم كل والمخرج حاجة. والصفه كل واحد. فبقول بعض. مثلين، اتنين شبه بعض، الاتنين يعني زي شبه بعض بالملي. طيب ناخد صغير معنا. يعني الحرف الاولاني ساكن والتاني متحرك. يبقى ده اسمه ادغام مثلين صغير. تمام. تمام كده. تمام. هناخد حد ولا نكمل ريمه؟ طيب اهلا بيكي يا ريمه. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. اتفضلي يا ريمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. أول حاجة في درسنا النهاردة، ثواني يا ريما، أول حاجة في درسنا النهاردة ألف لام ميم. عندي لام آخرها ميم وميم أولها ميم، فبيبقى حكمها إيه يا ريما؟ ادغام متماثلين. ميم ساكنه. ميم ميم ساكنه. طب احنا ليه مدينا هنا المد اللي حضرتك قلتي؟ عندنا هون مد لازم مثقل، مد لازم، عندنا التقاء ساكنين عشان ما التقاء، مد لازم مثقل 6 حركات. من اللام مع الميم. ايوه. تمام كده. احنا لازم 6 حركات. ليه بقى؟ لان انا عندي الحروف دي اسمها الحروف المقطعة أوائل الصور. أيوة. عشان برضو الناس تاخد بالها، لأن المد اللازم طالما عرفناه يؤثم تاركه، يعني ما ينفعش ما أقولوش، ما ينفعش ما أقولوش، وما ينفعش أقله عن الست حركات، أقلله عن 6 حركات، ولا ينفع أزوده عن الست. بصلي لازم أقوله، بصلي أجيبه، بقرأ لوحدي لازم أجيبه، يعني لازم، بسمع لازم، كله لازم طبعا. هو عشان كده سموه مد لازم. هما ليه سموه مد لازم؟ قال العلماء او القراء اتفقوا على ان هو لازم يمد، واتفقوا على عدد حركاته ان هو 6 حركات. تمام. هي انا عندي الحروف المقطعه اوائل الصور، في منها على حرفين زي ما بنقول حاميم. أيوة. حاء 2 ماشي كده، وميم بهتهجها على 3، ميم ي ميم. يبقى أي حرف بتهجاه على 3 حروف بمده 6 حركات. لام، وخلي بالي من الإدغام اللي احنا لسه قايلين عليه. وخلي بالي يا ريما وأنا بقول ألف، ما أقولش ألف. ألف. تمام. ألف. لام ميم. المديت اللام 6 ومديت الميم 6، وما نسيتش اجيب الادغام المثلين اللي فيه. جميل. تمام. يعني يلا نكمل وبعدين نتكلم. اتفضلي يا ريم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. معلش بوقفك كتير يا ريم النهارده، بس سامحيني عشان نوضح أيوة. للناس القراءه. خدنا بالنا ان احنا مدينا الحروف دي 6 حركات. انا لما جيت عند الله لا اله الا هو، مبدئيا على حد ما نعرف يعني ايه مدود ونقسمها التقسيمه بتاعتها،
علامه المد اللي هي زي الموجه دي، ايوه، تيجي بعدها الهمزه. تيجي، لا بتيجي بعدها الهمزه. شاطره عبير، مذاكره معانا النهارده. تيجي بعديها الهمزه شرط. انا عندي شرط اساسي، علامه حرف المد او علامه المد دي تيجي، يجي بعديها الهمزه. تيجي بعديها الهمزه، سواء في كلمه واحده او في كلمتين. في كلمه واحده زي السماء جاء، او في كلمتين زي ما هي معانا كده، بمده كام؟ اربع حركات. تمام. بس انا اللي بيجي في كلمه واحده بقول عليه متصل، واللي بيجي في كلمتين بقول عليه منفصل، يبقى منفصل. فاحنا هنا بنمده اربع حركات. طب انا ليه بمد المنفصل اربع حركات؟ لان انا بقرا طريق بروايه الامام حفص من طريق الشاطبيه. تمام. عشان في حاجه اسمها طريق طيبه النشر. النشر بيبقى بحركتين. احنا بطريق الشاطبيه بتوسط المنفصل. فهمناها؟ يعني عشان احيانا تسمعي حد بيكسره، واحيانا حد نسمع ان هو بالتوسط. احنا بنقرا طريقنا، الطريق اللي بنقرا بيه بتوسط المنفصل. وما ينفعش ان انا اقرا الصفحه دي بالتوسط والصفحه اللي بعديها بالقصر. لا، انا ليا طريق بحفظ بيه وبمشي كل الايات. طيب يا جماعه، احنا بقى محتاجين كل مره ان شاء الله بعد كده ورقه وقلم ونكتب الحاجات اللي هنطلع بينها من الايات. ده مش علشان بس ان احنا بنتعلم الايه دي، لكن ده هيتطبق في جميع الايات على كل القراءه. وده كمان ان شاء الله باذن الله هيسهل علينا جدا القراءه. يعني نقرا النهارده، طبعا ريما بعتذر لها هتكمل معانا، لكن يعني هنكمل كل قراءة القرآن الكريم بنفس الطريقة. فده بيسهل. أنا عرفت الآية دي وعرفت من الصفحة دي آيتين، الصفحة اللي بعدها هعرف أكتر، وهكذا إن شاء الله. اتفضلي. ربنا يسهل. نزل عليك الكتاب بالحق مطبقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أحسنت يا ريما، حسبك، جزاك الله خيرا. وعندنا هي في السماء، شفنا أن هي مد متصل. علامة المد والهمزة جايين متصلين مع بعض في كلمة واحدة، فهنا بقول عليه مد متصل. تمام. شكرا يا ريما. احنا كمان طبعا لو لاحظنا هنلاقي ان الاحكام اللي اتكلمنا عنها النهارده هي مذكوره طبعا في بعض الايات وفي بعض الكلمات، وهي بتقرا طبعا. فهو ده كان قصدي، ان ده احنا التطبيق العملي، ان احنا بنقول الحكم ونطبقه عملي على القراءه بتاعتنا. فاحنا قلنا يبقى ميم وميم ادغام، زي ما احنا قلنا في الاول كده، الف لام ميم لام. ادغمت ميم لام واول ميم الحرف الثاني، فده بقول عليه ادغام مثلين او متماثلين صغير. وقلنا صغير لان الحرف الاولاني بيكون ساكن والثاني متحرك. ايه صغيره جدا فيها ثلاث حروف بس، فيها احكام كتير جدا طبعا. فاحكام القران الكريم يعني جميله وكتير، واحنا محتاجين قوي نتعلمها، محتاجين جدا ان احنا نتشجع كده. بس والله ان شاء الله هنتعلم كلنا ان شاء الله. احنا ممكن بعد كده كمان هنجيب سبوره وقلم ونبقى بالتفصيل كمان. بالتفصيل ان شاء الله. ماشي. الحكم الثاني لما تيجي الميم وبعدها باء. ماشي. مثلا زي يوم هم بارزون. ماشي. لو نفتكر ان احنا عند حكم النون في الاقلاب، قلبت النون لما جت النون وبعديها ميم، وبعديها باء، وبعديها باء، قلبت النون لميم، لميم، وخفيت الميم فين؟ في الباء. نفس الحكايه، بس انا هناك النون بتاع النون الساكنه مش اصليه، هي مقلبه، بدليل ان انا ممكن اقف عليها اقول من. ما بقولش، ما بنطقش الميم وما بجيبهاش ميم الا حال الوصل. تمام كده. انما انا عندي لما اقول يوم هم بارزون، هنا الميم أصلية من بنية الكلمة. أيوة. برضو الباء شديدة والباء أشد من الميم. وما بقول أب
أب، هلاقي انطباق الشفتين أقوى من أم. أم هو على طول الأب أشد من الأم. تمام. لا بنعلمها كده يعني لل اما اقول اب بنخوف بيه. اي طب تمام. لا الام حنينه ايوه ورقيقه، فهي ام الاثنين حلوين صح. خليها تعدي. فالباء شديده في المخرج وفي الصفات بتاعتها. بخفي الميم عندها، اقول يوم هم باء، وانطباق تلامس ما بين الشفتين. هم ولما اقف عليها اقول يوم هم هم عادي. هم بقف على الميم بالسكون بتاعها، طالما مش هوصلها ما هنا علاقه الحرف بالحرف اللي يجي بعديه. ايوه هو اللي له علاقه بيه. الحرف اللي جاي بعديه يا ترى هيبقى هيعمل ايه في اللي قبليه؟ هيضغمه ولا يخفيه ولا يقلبه ولا يظهره والكلام ده كله. تمام. فبقول على الاخفاء ده بقول برضو عليه اخفاء شفوي. تمام. ناخد وعد. اتفضلي. اهلا بيكي يا وعد. اهلا بيكي، سامعانا؟ اه سامعاك. طيب ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون على طول بقى. حاضر. اه ماشي. حضرتك انا عندي صاحبتي بس هي بتصوم مش بتصلي، هي عايزه تعرف كده حرام ولا حلال. معلش انا ما سمعتش من الاول. ايه اذا سمعني؟ ما ممكن تقولي السؤال من الاول. اه اتفضلي. انا عندي صاحبتي بتصوم بس مش بتصلي، هي عايزه تعرف كده يعني ينفع لها صيام ولا لا. هي عندها قد ايه؟ هي عندها 23 سنه. 23 سنه ما شاء الله، يعني عارفه. ماشي حاضر. هنرد عليكي. حاضر. الصيام من غير صلاة. الصيام من غير صلاة. هي الصلاة في كل وقت أصلا. هي الصلاة صلة بينك وبين ربنا. اه طبعا. فأنت ازاي منعتي قطعت الصلة اللي بينك وبين ربنا؟ احنا كده لأن الصلاة هي صلاة جاية من الوصل. حلقة وصل بينك وبين ربنا عز وجل. أنت عايزة تكلمي ربنا، عايزة تطلبي منه حاجة، عايزة تناجيه. احنا طول الوقت محتاجين لله عز وجل طبعا. احنا طول الوقت محتاجين لرحمة ربنا ومحتاجين لعفو ربنا، محتاجين لتوفيق ربنا عز وجل. هطلبه انهي عين هاجي اقف واطلبه له ارزقني اشفيني وفقني نجحني. طب ما انت قطعتي الصلة اللي بينك وبينه. وبعدين الصلاة يعني كمان صلة العبادات ببعض طبعا، يعني احنا بنشوفها دايما بس كده. هو اول حاجة هنسأل طبعاً عنها. هو اول حاجة اول ما يسأل عنه الانسان الصلاة. صلاة. لا يعني خدي بالك من حاجة كمان اللي يرعب، ان احنا اللي ما بيصليش والعياذ بالله ده اللي ما سجدش ابليس الشيطان. طب انا ليه مثلت نفسي بيه؟ ليه دخلت في نفسي الغرور والكبر بتاع الشيطان؟ هو تكبر ان هو يسكت، فاحنا ليه نبقى زيه؟ لا يا حبيبتي، الصلاة في رمضان وفي غير رمضان ربنا عز وجل. طب انت منع الاكل والشرب وبعدين وربنا مش منع غير الصلاة، يعني الصلاة نفسها بنتحاسب عليها على يعني صلاة الظهر ما صليتهاش مفيش حاجة هتكفرها، صلاة العصر جت ما صليتهاش مفيش حاجة هتكفرها، فلازم الصلاة لازم هي اي حاجة لا كفارة الا الصلاة. فمش هينفع حاجة بدلها. لا اي حاجة لها كفارة. لكن كمان اعتقد ان هي يعني سؤالها اللي هو ايه، هل يقبل الصيام لا بدون الصلاة؟ لا طبعا. صيامك لا يقبل بدون صلاة. دي. طيب احنا معانا مين معلش؟ ام معاذ اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عايزه تقراي؟ هتشاركي الحاجه ام محمد؟ اه تمام ان شاء الله هقرا معاكي. الله يسلمك. الحمد لله. هقرا ان شاء الله من اول آل عمران. اتفضلي. من اول آل عمران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أم معاذ تفضل. لهم عذاب، أنا عندي لهم ملأ فيها إيه؟ ثواني أقول لحضرتك. ميم ساكن. سامعاني؟ أنا بس عايزة أشوف، أنا كنت بقول حضرتك بتعلقي عليه فين بالظبط؟ هنوضح الحكم بس لأنه هو في درس النهاردة. تمام يا ماما اتفضلي. ماشي؟ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم فيها ميم ساكنة، بعدها حرف العين. صح؟ هي مش ميم يبقى مش إضغام مثلين. هي مش باء يبقى مش إخفاء شفوي. يبقى هنا حكمها إيه؟ الإظهار الشفوي. تمام؟ يبقى أنا عندي حكم الميم ميم مع ميم إضغام مثلين أو متماثلين صغير. ميم بعدها باء إخفاء شفوي. في 26 حرف بعد كده كلهم اسمه إظهار شفوي. يبقى الميم تيجي بعدها أي حرف عدا الميم والباء يبقى اسمه إظهار شفوي، زي اللي هنا كده. لهم إظهار يعني بننطقها، بنطق الميم صريح. أي لهم عذاب. تفضلي. تمام. لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لا ندي الإخفاء حقه. عزيز ذو انتقام. إخفاء. عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي لا هو ما فيش واو في الأرحام. أم معاذ هو ما فيش واو. هو الذي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معايا يصوركم فيه، حكمه إيه؟ يصوركم فيه. إظهار. إظهار إيه؟ إظهار شفا. شفا، برافو عليك. هناخد بالنا من حاجة، ما شاء الله هي الوجه في الأحكام النون الميم كلها. هناخد بالنا من حاجة، إن أنا الميم لما يجي بعديها فاء أخلي بالي منها. لأن برضو أف من منين؟ من نفس المخرج. وأو من نفس المخرج. قريبين أو قريبين أو من بعض، فبيحصل إيه؟ ممكن أخفي الميم في الفاء. عشان كده قال لك إيه؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. يبقى لما أجي عندي الميم اللي يجي بعديها حرف الفاء أو حرف الواو أركز على إظهار الميم. نقولها إزاي؟ يصوركم في، يصوركم في. فضل يا أم معاذ. أكمل قراءة؟ والله أكمل. فضل أكمل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. الكتاب الذين في قلوبهم. احنا هنقولها تاني معلش من الاول. الكتاب هن أم الكتاب. حاضر. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر
وما يذكر إلا أولو الألباب. أحسنت، جزاك الله خيرا. شكرا، ربنا يحفظكم يا رب. تسلمي، نورتينا. كده احنا خدنا حكم الميم وخلصنا حكم بسيط وسهل جدا، وهم حرفين اتنين اللي عندهم الشغل. طيب، استأذنك بقى نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. حضراتكم مرة تانية، وفي بداية حلقتنا النهاردة اتكلمنا عن الذكر، وقلنا ان احنا هندخل في اسرار الذكر ونتعرف عنه اكتر مع الحاجة سعدية اللي منورانا لسه في الاستوديو. برحب بحضرتك مرة تانية. اهلا بك. يمكن ربنا سبحانه وتعالى وعد الذاكرين والذاكرات بحاجات كتير جدا في القرآن الكريم، ليه بننسى عبادة الذكر؟ احنا بس عايزين نقول للناس، مثلا احنا كنا لسه بنتكلم عن احكام القرآن، لو انت ما بتعرفيش تقرأي قرآن ربنا فاتح لك مجالات كتير. يعني انا مش بعرف اقرأ قرآن وبخاف اقرأ القرآن عشان ما تلخبطش فيه، اصلا انا خايفة اشيل ذنب، اصلا انا خايفة كذا. لا، طب ما في فرصة تانية. في الذكر هو برضو احب الى الله عز وجل، احب كلام الله عز وجل جنب التعليم الزكر. برضو على جنب فكرة التعليم، احنا مستنيينكم تتعلموا، بس يعني لحد ما نتعلم نعمل ده، وبعد ما نتعلم أنا كمان بديها فرصة للناس اللي هي مع عدم القراءة او مش عارفة تقرأ او وقتها كذا. لا، ده انت في حاجة طاعة ممكن تعمليها، ومش محتاجة يعني لا محتاجة اتوضلها ولا محتاجة هقف وصل، مش محتاجة مجهود. ده وانت شغالة بتقوليها، وانت رايحة وانت جاية بتقوليها. الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر فيه اطمئنان للقلب. الذكر هو ايه؟ حركة لسان. لساننا اللي هو احنا، بصي احنا لسان يا اما باب للجنة، وان شاء الله يبقى باب للجنة بإذن الله ان شاء الله، واما والعياذ بالله باب للنار، واحنا ان شاء الله ربنا يحرمنا يا رب على النار يا رب. إذن. امين يا رب. فاحنا عايزين نعود اللسان الذكر. تمام. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول. إيه هي دي يعني؟ قال لهم: ذكر الله. يعني في اللي أكتر ما معيش فلوس أنفق. ما في ده، لو الحرب نفسيها يعني لو دخلنا يعني قتال ما نستقلش بيها. أعلى يعني هي عبادة مهمة ما نستقلش بيها ولا نستهون بيها. ما نستقلش بيها أبدا، هي مرتبتها عالية جدا. ولما نتكلم دلوقتي ونقول كم ذكر وتشوفي ثوابه وتشوفي أجره، يعني حاجة الله عايزين. الله لطيف بعباده. والله الله رحيم بعباده. يعني سبحانه وتعالى لما يعني بقول من تقرب إلي شبرا، انت بس قولي طبعا. شوفي انت فيض الحسنات بتبقى قد ايه. في حديث تاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل بيقول: انا عند ظن عبدي بي. تمام. يعني لازم تبقي عند حسن ظن ربنا. لازم يبقى عندنا يقين أكيد في الله عز وجل، إن أنا لو هعمل الحاجة دي ربنا هيأجرني عليها، هيأجرني عليها. أيوه. أنا صحيح عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. يعني عارفة يعني إيه ربنا يذكرك؟ طبعا عارفة. لا، وبيذكرك فين؟ ومين اللي بيذكرك؟ ده الله عز وجل اللي بيذكرك. وبيذكرك فين؟ في الملأ الأعلى، مع الملائكة اللي هو كل شغلهم أصلا تسبيح وعبادة. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان خارج ولقى الصحابة قاعدين في المسجد، فبيسألهم بيقول لهم: ما أجلسكم مجلسكم هذا؟ أنتوا ليه قاعدين؟ فقالوا له: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله. فالرسول بيقول لهم إيه؟ الله، يعني كأنه بيستحلفهم. الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني بالله عليكم أنتم ما قعدتوش إلا عشان كده، إلا عشان تذكروا الله عز وجل؟ فقالوا له: بلى يا رسول الله، والله ما أجلسنا إلا لذكر الله.
فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ وناخد بالنا ونعود لساننا على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ والله ما استحلفكم تهمه لكم. انا مش بشكك فيكم. ايوه. انا مش بقول لكم لا انتوا والله ما استحلفكم تهمه لكم، ولكن نزل علي جبريل وقال ان الله يباهي بكم الملائكه. سبحان الله. في مجلس ذكر قاعدين نذكر الله عز وجل، مش كمان مش قران بس، لا الذكر اللي احنا هنقول كان بياكد بيقول لهم السبب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بهم الملائكه هو الذكر فقط. ذكر الله عز وجل اللي هو اسماء والله ما استحلفكم تهمه لكم، انا مش شاكك فيكم ولا بكذبكم ولا بقول لا انتم ما بتعملوش كده، بس جبريل شوفي هم ناس قاعدين بتسبح ربنا. تمام. جبريل نازل من سبع سماوات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله يباهي بهم الملائكه. ما هو بيباهي بالبشر، الملائكه كده كده مخلوقين للايه؟ للتسبيح. انما لما البشر يقعد يسبح لا لهم مقام تاني عند الله عز وجل. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون التسبيح. احنا بنعملها كمان من ان انت التسبيح سهل، الذكر سهل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مالكيش حج. الذكر في كل وقت، مش وقت مش انا هفضي ساعه عشان انا هقعد اذكر الله. اذكر الله. والله اللي قادر يعمل كده جميل جدا. سلام. ده من التدبر كمان. لكن انا داخله الساعه 5 نفسي اقرا قران وهقف في المطبخ ولا وانا جايه من شغلي وانا رايحه مشوار، وانا في اعرف ناس بيعدوا المشوار بعدد التسبيحات. ما شاء الله. يعني المسافه يعني يعرفوا هم مثلا من هنا للبيت، من هنا للبيت مثلا نص ساعه مثلا. هو انت بتاخدي كام للبيت مثلا؟ مشوارك قد ايه من هنا من شغلك للبيت؟ أيوة. والله 1000 تسبيحه. الله. حد تاني يقول لك ايه؟ جزء. جميل. قراءه جزء من فهم حولوا تحولوا لا يعني الشغل وكذا لطاعه. اللي احنا بنقول عليه ان احنا نعدد النيات ونشتغل. انت كده كده ماشيه في الشارع وانت كده، طب انا بدل ما امص على محرمات او بدل ما اتكلم واجيب في سيره حد واخد نميمه وغيبه، وهو اللسان. تمام. وخصوصا النساء، اتقوا النار يا معشر النساء ولو بشق تمر. تمام. لان احنا حصائد ألسنتنا كتير جدا. فاحنا اللسان نعوده، عود لسانك قول الخير تجده، فإن اللسان لما عودته معتاد. لسانك على ما تعوديه، عودتي الذكر هيشتغل. يعني جربي كده قبل ما تنامي، أنا مش جاي لي نوم، لما تذكري سبحي واستغفري هتلاقي لسانك شغال حتى وانت نايمة. أيوه. تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مالكيش حاجة. وأنا شغالة في البيت وأنا داخلة المطبخ وأنا بروق وأنا بعمل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. صعبة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. صعبة؟ وانت رايحه وانت جاي، مكالمه تليفون يا عبير ممكن تاخد مننا كلام الدنيا والاخره، والعياذ بالله. لا، ونشيل عليها ذنوب الدنيا والاخره، في حين ان انت ممكن تقولي ذكر وكلام تؤجري عليه. يعني انا لما اقول سبحان الله، أيعجز احدكم ان يكتب له 1000 حسنه ويحط عنه 1000 خطيئه؟ سبحان الله. سبحان الله. بس لو قلت سبحان الله 100 مرة تكتب لي 1000 حسنة وتترفع عني 1000 خطيئة. شوف احنا عندنا كم 1000 خطيئة، بس عشان اقعد اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هتاخد منك وقت ايه؟ طب ضيفي ليها سبحان الله وبحمده تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. طب ولو قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تزرع لك نخلة في الجنة. جميل. طب شوفي، فيا ضيعت الساعات بزرع النخلات، يعني فين؟ يعني ساعات كتير ضيعناها والغرس نقف. الزرع يقف. وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله، دي كنز من كنوز تحت عرش الرحمن.
الله. تمام. في كمان ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله. الذكر ده فأيهما بدأت؟ يعني أي واحدة فيهم قوليها. عايزة تقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حبيبك صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج هو حبيبنا وحبيب الله عز وجل. قابل خليل الله مين بقى؟ سيدنا إبراهيم. تمام. فشوفي الرسالة اللي جيالك من سيدنا إبراهيم إيه؟ بيقول له إيه؟ يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. يعني سيدنا إبراهيم بيسلم عليه. يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم وأخبرهم أن الجنة طيبة ترابها. تربة الجنة طيبة. عزب ماؤها وبها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله إن شاء الله. يعني كأن دي الجنة بتاعتك وانت بتزرعي. وانت زرعي بقى. زرعي بقى براحتك. هنا الحمد لله. ده احنا ما بنقولش بنزرع مانجا وجوافة وورد وفل. لا. انت بتزرعي ايه؟ حسنات. يعني ده بتزيني جنتك. بنيتي قصرك. قلتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. في يحيي ويميت وفي بدون يحيي ويميت. هو على كل وهو شيء على قدير. كل شيء قدير. ادي القصر اتبنى. تمام. دي بتبني قصر. سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم. ادي النخل اتزرع. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ازرعي زي ما انت عايزه بقى اللي انت عايزاه. كانك بنيت القصر. انا بقى انا بحب الزرع. تزرع. ما هو يعني ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. مناش حجة. مناش حجة عند ربنا عز وجل. وقبل ده طبعا طبعا ده امنياتنا كلنا. لكن كمان في الدنيا بنقعد ندور كده احنا تعبانين احنا بالزبط. مش لاقيين. دي اللي كنت لسه اتكلم يعني عليها. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بناخدها برضو من الذكر. بصرف النظر بجانب الحسنات. اللي احنا انا مخنوقه. انا مكتئبه. مديري مضايقني في الشغل. عندي مشاكل في البيت. اولادي تعبني. عندي كذا عندي كذا. كل ده يقينا بالذكر. اعملي لك لما تلاقي نفسك مخنوقه او متضايقه او عندك المشاكل دي ومهمومه اقعدي سبحي. اقعدي اذكري الله عز وجل. قولي اي ذكر من اللي احنا قلناه. ده احنا كمان المره الجايه هنتكلم عن فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والقرارات اللي فيها لوحدها لان هي ما شاء الله يعني كبيره. هندعي بقى علشان وقتنا خلص. وانا ببقى بيجري والله بيجري. يا رب عشان يبارك لنا في الوقت نختم بالدعاء فيه. و يا رب. طيب بما اننا بنتكلم عن الذكر فهنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على المنة والإحسان. الحمد لله على القرآن والسنة. الحمد لله الذي فضلنا برحمته على عباده أجمعين. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الصلاة. الحمد لله على نعمة الصيام. الحمد لله على رمضان. اللهم اجعلنا ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا برحمتك وجودك وفضلك ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عتقائك في ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولأزواجنا ولبناتنا ولشبابنا. اللهم اغفر لهم سيئاتهم. اللهم تقبلهم. اللهم اهديهم صراطك المستقيم. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بركنك الذي لا يرام. واغفر لهم بقدرتك عليهم لا يهلك وأنت رجاءهم. اللهم ارزق بناتنا الستر والعفاف. اللهم ارزق بناتنا الستر والعفاف. اللهم ارزق شبابنا الصراط المستقيم. اللهم اهديهم صراطك المستقيم. اللهم ألهمهم رشدهم.
اللهم ببركة القرآن وبركة الشهر الفضيل اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ببركة القرآن وبركة شهرك رمضان الشهر الكريم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلهم من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابهم من النار. اللهم اجعل هذا اليوم من أسعد لياليهم وأيامهم يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا المنة والبركة والملكوت اللهم تجل علينا بعفوك ومغفرتك ورضاك ورحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على من كان خلقه القرآن وميراثه القرآن. اللهم الحقنا به على خير وارزقنا شفاعته وارزقنا صحبته. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرتك نورتينا. جزاكم الله خيرا ان شاء الله لنا لقاءات تانيه باذن الله. مشاهدينا يا رب تكون حلقتنا عجبتكم واشوف حضراتكم مره تانيه بالف خير في ساعه عصاري.